اليوم راح نقرأ توقعات برج الثور العامة، اللي طبعا تشمل الصعيد العملي، الصعيد الصحي والعائلي والعاطفي، مع تركيز شوية على الصعيد العاطفي لأن هو أكثر صعيد مهم عندكم، وأيضا الطاقة العامة لهذا الشهر وطاقتك أنت يا برج الثور الحالية. قبل ما نبدي نقرأ التوقعات، سووا لايك إذا عجبكم الفيديو، واشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات. وإذا حابين إنه أسوي لكم فيديو معين، اختر كارت، قراءة اختر كارت أو اختر حرف، اكتبوا لي بخانة التعليقات، أنا راح أقرأ إن شاء الله التعليقات وأسوي لكم الفيديو اللي أكثر عدد يطلبه. خلونا نبلش بتوقعات برج الثور. نبلش بطاقتك العامة يا برج الثور. طبعا طاقتك العامة هي طاقة برجك أساسا. أشوف أنه أنت بالفترة الحالية عندك طاقة عناد شوية، أكو عناد مسيطر عليك تماما. طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية، فممكن تكون أنت يعني السيناريو اللي راح أقرأ ممكن ينطبق عليك، تكون أنت اللي مسوي بالشريك، أو ممكن يكون عكسي، الشريك هو اللي مسوي بيك، أنتو أدرى. حبيت أقول لكم هاي الملاحظة حتى لا تقولون أنه القراءة عكسية وممكن الشريك يكون هو اللي معند. عموما أشوف أنه الطاقة العامة لك يا برج الثور، أنت حاليا عندك طاقة عناد كلش عالية، أنت معاند بالفترة الحالية ويا شخص ممكن يكون الشريك، بالرغم من أنه أنت أشوف مراقبة على التواصل الاجتماعي، ممكن يكون هو أيضا مراقبك، بس على الأغلب أنت اللي مراقب هذا الشخص حاليا على التواصل الاجتماعي، بس انت معند ومصر انه انت ما تاخذ خطوة تجاهه، او حتى في حال هو اخذ خطوة تجاهك انت ايضا رافض انه انت تبين لمشاعرك، رغم انه انت مراقب حاليا على التواصل الاجتماعي خطوة بخطوة، ممكن من فيك اكاونت. الشخص اللي وراك اللي ممكن يكون شريكك العاطفي، طبعا اشوف انه هو حاليا ايضا اكو طاقة مراقبة بيناتكم، هو ايضا يريد يجي يتواصل وياك، ياخذ خطوة تجاهك، لكن هو متردد وخائف من الرفض. اشوف انه انت عندك ممكن هذا الشخص اجى حكى وياك سابقا ولكن انت رفضته، هذا الشخص عنده نوعا ما خوف من انه هو يجي يعتذر منك وانت ترفض اعتذاره. هذا الشخص طبعا من الماضي، اكو بينك وبينه ذكريات هواية، هذا الشخص حاليا يشتاق لك هواية، دي يفكر بيك هواية، ودي يتذكر الذكريات الحلوة اللي كانت بينكم سابقا بالماضي، بس نوعا ما اكو عنده تردد او تخوف انه هو يتخذ خطوة حاليا اتجاهك. نفس الوقت اشوف انه انت ممكن تكون ايضا انت متخوف انه تنطي هذا الشخص فرصة ثانية، لهالسبب انت معاند، ما معقول انت معاند بدون سبب اكيد. هسه حكينا الطاقة العامة، خلونا حاليا نتحول الى القراءة على الصعيد العملي. نبدأ بالصعيد العملي، بعض الناس يكون عندهم مهم الصعيد العملي. اشوف على الصعيد العملي امورك يا برج الثور خلال هاي الفترة او حتى الفترة السابقة كانت متعرقلة، اكو عندك احتياج مادي كبير، ممكن اعمالك تكون متوقفة، او ممكن بسبب الاوضاع اللي احنا دنمر بها، اشوف كان عندك فترة من الاحباط والتأخيرات واحتياج عاطفي، اكو العفو مو عاطفي، احتياج مادي، فانت كنت ماديا اوضاعك المادية غير مستقرة بالفترة السابقة. الاسبوع الاول راح يبلش شوية الطاقة نفسها تستمر، ولكن اشوف يعني خلال اول 8 ايام من هذا الشهر اكو اما مساعدة من شخص، شخص راح يساعدك ماديا، اذا كنت منتظر مبلغ من المال فخلال اول 8 ايام من الشهر المبلغ راح يوصلك، واكو عندك بشارة، اكو عندك يعني شلون تحرك على الصعيد المادي وخروج من حالة الاحتياج اللي انت كنت بها. ممكن انت بالفترة الحالية عندك احتياج مادي ونفس الوقت قاعد تحاول انه تحافظ على الاموال اللي بيدك في سبيل تمشي امورك، دا اشوف اكو عندك اوضاع صعبة جدا، خاصة تشمل يعني الوضع المادي حاليا، اشوف وضعك شوية صعب، بس لا تقلق لانه دا اشوف اكو مساعدة، اكو ايد راح تنمد لك، اكو ممكن مساعدة او خبر بشارة اذا كنت منتظرة عن عمل او شيء، ممكن العمل يبدأ يتحرك همينة اذا كان عملك متوقف حاليا،
فأكو بشارة على الصعيد المادي أشوف الأمور راح تبلش تتحرك إن شاء الله من بداية الأسبوع الثاني. راح تبلش أمورك المادية تتحسن أكثر وأكثر، لأن عندك خروج من أزمة مادية كنت مار بيها سابقا ومسببت لك إحباط. على الصعيد الصحي أشوف أنه عندك اهتمامات صحية، ولكن ما أشوفها البرج الثور نفسه. ممكن يكون الشخص من عائلة برج الثور، ممكن يكون ابن إذا كنت أنت متزوج، ممكن يكون طفل عندك، أو ممكن الوالد أو الوالدة الله يحفظهم لكم. المهم دا أشوف أكو وضع صحي أو أكو قلق شوية متردد، أنت عندك خوف وقلق على شخص وضع صحي ممكن تعبان بالفترة الحالية، عندك مراجعة ويا للطبيب الفترة الجاية راح تروح، أكو زيارة للطبيب بس ما أشوفها البرج الثور نفسه، أشوفها لشخص من عائلته. وطبعا الزيارة راح تكون مطمئنة، فالمخاوف اللي عندك حاول تقلل من عندها، لأنه أشوف هذا الشخص راح يتحسن إذا كان هو مريض، وحتى إذا زرت الطبيب أنت وهذا الشخص فماكو شيء يخوف، يعني الأمور هنا رايحة أنه تتحسن، أكو شفاء. أما بالنسبة للأوضاع العائلية أشوف من بعد فترة كانت عندك خلافات وجدل بالبيت ومشاكل وهوسة، وكنت حتى تجرح بالكلام، ممكن بسبب الوضع المادي اللي موجود عندك أو حتى بسبب الأوضاع اللي دنعيشها. وبالنسبة للمتزوجين حتى إذا كانت أكو آخر فترة تباعد بينك وبين يعني شريك حياتك، أقصد الناس المتزوجين هسه مو العاطفية، أكو كانت مشاكل، ممكن المشاكل تكون مادية بسبب الوضع المادي، لأن دا أشوف هنا أنا طلعت لي أيضا ورقة المادة، فالفترة الجاية الأمور راح تستقر ماديا. وأيضا بالبيت أشوف حتى اللي كانت عندهم سابقا مشاكل، أو يعني مو مشاكل نقول جدل، أكو كلام جارح من الشريك قاعد دائما يأثر عليك، بس الفترة الجاية الأمور راح تبلش تستقر وتهدأ أحسن، راح يصير شوي أكو ركود بالبيت والأمور راح تبلش تتحرك، بس تتحرك للأفضل. أما بالنسبة لطاقتك العامة حاليا على الصعيد العاطفي، يعني أشوف أنه أنت يا برج الثور خلال هاي الفترة عندك نوعا ما ملل. البعض من عندكم طبعا هاي القراءة راح تشمل اللي منفصلين صار لهم فترة، لأن هنا أنا أيضا طلعت لي طاقة شخص من الماضي قاعد يحاول أنه هو يرجع بحياتك مرة ثانية، بس هو يعني حاليا واقف متردد قاعد يفكر ان هو يخطي هاي الخطوة. لأ مثل ما قلت لكم بهاي الأوراق أيضا هنا طلعنا انه هو متخوف يرجع وانت ترفضه. فبالنسبة هاي القراءة حتكون للمنفصلين أولا. هذا شخص رايد انه هو يجي ويصلح الأمور وياك، يخلي الأمور تستقر بينكم، دا يذكرك هواية، انت هم دا تتذكر هواية هذا الشخص، ولكن اللي قاعد أشوف انه هذا الشخص يعني الانفصال اللي صار بينكم كان انفصال مؤلم. هذا الشخص علقك فترة طويلة كنت ما تعرف انت يعني العلاقة من راح توصل بيناتكم. انت حاولت سابقا هواية انه انت تسيطر على الوضع، تسيطر على نفسك، تسيطر على مشاعرك، او حتى انه تمشي العلاقة بصورة صحوية هذا الشخص، او تحاول مثل ما نقول انه تخلي الامور تعدي، يعني يقول تفوت 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 في سبيل العلاقة ما تخرب، رغم انه هذا الشخص كان مأذيك هواية، كان مخليك دائما بحالة دفاع عن النفس، دائما تحاول تدافع عن نفسك، تحاول تدافع عن مشاعرك، عن اهتمام او حتى عن العلاقة، يعني كان مخليك بوضع دائما وضع المحاربة والدفاع عن النفس. علاقة جدا متعبة انت مريت بها، علاقة سببت لك يعني هنا 10 سيوف بظهرك، يعني هاي سوت الآلام كلها بيك. هذا الشخص بعلاقته وياك ممكن يكون خانك، ممكن يكون يعني كان تعامله وياك مو زين، ممكن كان حتى يجرحك بالكلام، يقلل من قيمتك، يحاول دائما انه هو يحبطك. علاقتك بهذا الشخص علاقة جدا متعبة، لان اساسا هنا طاقة العلاقة بينكم انت عندك طاقة الفور اوف كابس بس مقلوبة، وعندك طاقة التين اوف وند طاقة التعب. هذا الشخص كان جدا جدا متعب والعلاقة هاي متعبة لك، فأشوف أنه أنت حاليا عندك طاقة ملل. أنت البعض من عندكم عنده إحساس أنه التعب اللي تعبه بهاي العلاقة، الأشياء اللي يتحملها، التضحيات اللي هو ضحاها كلها ما جابت نتيجة، وما جابت له مقابل، ما جابت له غير التعب، رغم أنه هو ضحى هواية بالعلاقة، وهو يحاول أنه يخلي العلاقة هاي تستمر أو تمشي، أو حتى أنه يخلي الشريك يعني يتغير نقول. بس انت وصلت المرحلة انه انت مليت، وهذا الشخص علقك فترة طويلة،
البعض منكم ممكن كنت انت تطلب من هذا الشخص انه هو يرسم العلاقة، صار لك فترة كلش طويلة بس هو يماطل يماطل بالموضوع، يماطل يماطل لحد ما انت وصلت مرحلة انه اكتفيت وتخليت عن الوضع، رغم انه انت عندك تعلق حاليا بهذا الشخص. هذا الشخص اشوف الطاقة مالته طاقة عدم نضوج عاطفي. ممكن يكون هذا الشخص يعني ايش قد ما هو، بغض النظر عن العمر، اذا ما كان بينكم فرق بالعمر، بعض منكم هذا الشخص اكو فرق بينك وبينه بالعمر، رغم انه هو ممكن اكبر منك بس هو طفل، هو طاقته طاقة طفل، يعني عنده تصرفات مال المراهقين، وهذا اكثر شيء كان متعبك بالعلاقة وياه، انه هو تحس انه هو مو قد المسؤولية، تحس انه هو يعني بعده مشاعره مو ناضجة، كل يوم براي، كل يوم يحكي وياك شكل، يوم يحبك، يوم يقول لك اني تعبت منك، اني ما اريدك، يوم يمدحك، يوم يذمك، يعني انت يعني البعض من عندكم هاي العلاقة كانت اون اوف فترة طويلة. وهذا الشخص احس انه هو تصرف تصرف طفولي، تصرف مراهقين، ممكن يكون انه هو قفزة خارج العلاقة اللي بينكم، يعني دخل طرف ثالث بحياته وانت وصلك هذا الخبر. من وصلك هذا الخبر انت احس جتني يعني انه تقول اني هذا التعب اللي متحمله كله، فوق هذا كله هذا الشخص يروح يعيش نزوة او حتى يعني شون يخوني، فلهنا وكافي اخذت قرار انه انت تقطع علاقتك بهذا الشخص تماما وتنفصل عنه. وحاليا انت ما عندك ثقة بهذا الشخص، هذا الشخص رغم انه هو ممكن يكون حاول يرجع يحكي وياك، او هو الفترة الجاية هو 100% راح يحاول يتواصل وياك بعد ما طلع الطرف الثالث اللي كان بينكم، او حتى اللي دخل بينكم هذا الطرف ويريد يرجع لك مرة ثانية. انت وهذا الشخص رغم انه انتم منفصلين، انفصلتوا انتم هسه حاليا، ما اشوفكم، البعض منكم ما منفصل صار لفترة طويلة يعني، بس اكو شيء بينك وبين هذا الشخص بعد ما منتهي، اكو درس هذا الشخص لازم يتعلمه منك. يلا العلاقة اللي بينكم تنتهي، انتوا لحد الان الصفحة اللي بيناتكم ما انغلقت بشكل تام، لان انت قاعد تتواصل وياه روحيا وهو قاعد يتواصل وياك روحيا، فانتوا بعدكم لحد الان دا تتذكرون الذكريات الحلوة اللي كانت بينكم، رغم انه انتوا التواصل بينكم مقطوع وعايشين على المراقبة حاليا. هو خايف انه يتقرب ويتواصل، رغم انه هو دا يفكر يتواصل وراح يتواصل خلال اسبوع، راح يرجع يتواصل وياك هذا الشخص مرة ثانية، ولكن انت قاعد اشوف انه انت ما تصدق بهذا الشخص حاليا، ماكو، تحس انه هو مو صادق وتحس انه هو طفل، قلت لك انت تحس انه تصرفاته مو ناضجة، فلهالسبب انت ما تريد تنطي فرصة، انت تخليت عن هاي العلاقة من فترة، انت تخليت عن هاي العلاقة رغم انه انت ممكن ما زال اكو تعلق بهذا الشخص عندك، ولكن تخليت عنها. هذا الشخص قاعد اشوفه حاليا هو راح يتواصل خلال اسبوع واحد، رغم انه انت قاطع عليه التواصل وما اخذ قرار نهائي، بس هذا الشخص كان منتظر صار لفترة الامور تهدأ، او حتى منتظر متأمل انه انت راح تنسى الموضوع اللي صار وطلع الطرف الثالث اللي كان موجود بيناتكم، وحاليا بلش يخطط انه هو يرجع مرة ثانية يدخل بحياتك. هذا الشخص انت راح يكون اكو بينك وبينه كلام، واكو البعض من عندكم راح يكون صلح بس بتدخل الناس اللي راح يتدخل شخص ثالث بينكم ويحاول يصلح الوضع، ممكن يكون شخص من العائلة او ممكن يكون صديق مشترك راح يحاول ان هو يتدخل ويحل الامور. طبعا هاي ايضا تشمل المطلقين مو فقط الناس اللي يعني مرتبطين ومنفصلين، لا، اشوف اكو شخص راح يحاول انه يتدخل ويصلح العلاقة بيناتكم، وراح يصير بينك وبين هذا الشخص مواجهة وكلام، وحيصير عندك وضوح بهواية امور. من بعد ما راح يصير كلام بيناتكم راح يصير عندك وضوح بسبب ظروف هذا الشخص. سيناريو ثاني طالع قدامي، البعض من عندكم العلاقة هاي كان بيها الطرف الثالث مو خيانة، وانما شخص من العائلة، من عائلة الشريك، كان رافض العلاقة اللي بينكم، او حتى ممكن رافض موضوع الزواج، معارض، وهذا الشيء هو اللي خلاك تتعب هاي الفترة كلها، لانه دا تحس انه الشريك امره مو بيده، ودا تحس انه هو ضعيف مو قوي ويقدر ياخذ قرار. فالفترة الجاية قاعد اشوف انه هذا الشخص اللي كان معارض من العائلة، بالنسبة للناس اللي ينطبق عليهم السيناريو، اللي
أهلهم ومعارضين كانوا العلاقة اللي بينهم، أشوف أكو وضوح راح يصير بخصوص هذا الموضوع، وراح تصير أكو موافقة أو قبول خلال شهر واحد، الأمور راح تبلش تتحسن وحتكون أوضح إلك. فبصورة عامة يا برج الثور، كانت هاي توقعاتك العاطفية. حاول أنه تفكر بهدوء خلال هاي الفترة، حاول أنه تسمع هذا الشخص حتى إذا ما رجعت له، لأن هذا الشيء راجع لك طبعا، أنت أدرى هو شنو اللي سواه أو يسامح أو لا، بس أنت حاول أنه تسمع هذا الشخص، لأنه أنتوا أكو شيء بينكم ما منتهي بعده، حتى هذا الدرس اللي أنت لازم تنطيه لهذا الشخص، أو ممكن حتى اللي أنت تتعلمه، لأن القراءة أيضا عكسية، حتى طلعت بطاقة الشريك، أكو شيء بينكم ما منتهي، أكو درس أنتوا الاثنين لازم تتعلموه من هاي العلاقة، أو ممكن أنت تعلمه لهذا الشخص، أنتوا لقائكم مو صدفة، فلازم تكون أكو مواجهة بيناتكم أخيرة، واحكي بيها اللي بقلبك، مو كان ما أنت معاند وبس تراقب وما تقدر تحكي اللي تريده، احكي اللي بقلبك، خليك صريح ويا هذا الشخص، خلي يصير عندك وضوح، أكو أمور أنت لحد الآن بعدك مو واضحة ببالك، يعني ما متأكد منها، ما عارفها. فاسمع من هذا الشخص، مو شرط ترجع له، طبعا هذا الشيء راجع لك، بس انا اشوف انه انت تعبت هواية بهاي العلاقة، فحاول انه تسمع هذا الشخص، بس اسمعه ولك يبقى القرار انت سواء ردت ترجع او لا. بالنسبة للعزاب، اشوف اكو شخص راح يدخل بحياتكم والفترة الجاية، رغم انه انتو عندكم احباط، هذا الشخص اشوفه حاكي وياكم سابقا ولكن انتو رافضينه، هذا شخص مرفوض سابقا، هو مراقبكم على التواصل الاجتماعي، هاي بالنسبة للناس اللي هم مو بعلاقة ومنفصلين صار لهم فترة وماكو رجوع يعني بينهم يصير. فأشوف أكو شخص هو منتظر إشارة حاليا حتى يجي يدخل بحياتك يعبر لك عن مشاعره، قلت لك هو متردد، خلال أسبوع واحد هذا الشخص راح يدخل لك يحكي وياك يعبر لك عن مشاعره، ممكن بطريقة غير مباشرة، ممكن يفوت يسلم أول مرة أو شيء، ولكن هو جدا معجب بيك وصار له فترة طويلة هو منتظر ومراقب، يريد يدخل يحكي وياك بس عنده مخاوف، راح يدخل هذا الشخص ويحكيك وراح يعبر لك عن مشاعره، رغم انه انا اشوف انه انت بداية راح ترفض هذا الشيء، بس عندك يعني بعد فترة معينة راح تتقبل مشاعر هذا الشخص وراح تتكون بيناتكم علاقة، والعلاقة راح تكون صادقة. خلي اقول لكم الابراج قبل ما انهي التوقعات. طلع لكم برج الحوت، برج الدلو، برج الحوت مرة ثانية، برج الحوت مرتين، برج العقرب، وعندنا برج الثور، وهنا برج الأسد، برج الثور هم طالع سواء طاقتك أو طاقة الشريك، وبعد ها هي هاي الأبراج اللي كانت موجودة. الطاقات اللي موجودة هي طاقات ترابية وطاقات مائية ونارية، الهوائية قليلة جدا يعني، بس طاقة برج الدلو كانت موجودة، فهاي الطاقات قلت لكم عليها، قلت لكم التوقعات، وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله شهر 6 يكون شهر حلو عليكم، تتصلح بيه كل أوضاعكم وكل أموركم. أشوفكم إن شاء الله بفيديو ثاني، وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات، شنو رأيكم بالفيديو.